توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو إلى النيجر في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويشارك حميتي في احتفال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي فاز في الانتخابات الرئاسية. طرح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اجتماع مع مجلس الأعمال الأمريكي السوداني فرص الاستثمار في السودان ورؤية الحكومة للإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وقال حمدوك إن البلاد تتمتع بموارد طبيعية وإمكانيات متنوعة للاستثمار، مؤكدا أهمية ارتباط القطاع الزراعي بالتصنيع بدلا عن تصدير المواد الخام. أكد مدير الإدارة العامة للموارد الطبيعية بالمجلس الأعلى للبيئة ولاية الخرطوم دكتور عبد الله عوض على أهمية مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في تقليل التلوث البيئي، وقال عبد الله للسودان الآن 24 إن السودان سيستفيد بصورة كبيرة من المبادرة في وقف الزحف الصحراوي بجانب الاستفادة من الأشجار المثمرة والظليلة وتوفير فرص العمل لآلاف السودانيين. دعا المدير السابق لمشروع التغيرات المناخية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان عبد الحكيم أحمد الحسن إلى ضرورة تخصيص جزء مقدر من مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر للسودان، وقال عبد الحكيم للسودان الآن 24 إن السعودية من أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم، وهذه المبادرة ستقلل من المخاطر البيئية التي تهدد المنطقة. يستمر التمرين والجوية السودانية المصرية المشتركة نسور النيل 2 في تدريباته الجوية بقاعدة مروي الجوية، وكان رئيس هيئة الأركان الفريق والركن محمد عثمان الحسين قد قام بزيارة تفقدية للقاعدة. يذكر أن التمرين يهدف إلى تجويد سياقات العمل المشترك بين الجيشين السوداني والمصري.